بونسوار عن جديد، واكيد هالمره بدنا نرحب بكل الاشخاص اللي بيكونوا ناطرين صحبات اليوميه، واكيد هن بيكونوا متكسين شبكات اليوميه، ان كان يوميه 3 يوميه 4 او اليوميه 5 بكل مراكز اللي بنزجوا. وقبل ما نبلش بصحبتنا مباشره على الهواء من استديوهاتنا بأدما، بدنا نرحب بعضو لجنه الرقابه ومندوب وزاره الماليه. اهلا وسهلا فيك عن جديد سيزار عيسى. سيزار رح بتراقب هالمره اليوميه، بنبلش مع اول سحب مع اليوميه 3. ثلاث طابات رح تختارون مكانة اليومية، هول الطابات فيكن انتو تكونوا مختارينهم بالدور او حيالله، المهم اذا سبتون هن يلي بيربحوكن. اول طابة 5، طابة تانية 3، وطابة تالتة 0. 5-3-0 أرقام يومية 3 لليلة. إذا في حدا نمتكس هول الأرقام أكيد بيكون ربحان، لا يعرف قدي ربحان. إذا بالدور القيمة يلي دفعها بيضربها ب 400 مرة، وإذا بالحياة لا القيمة يلي دفعها بيضربها ب 70 مرة. هلا بننتقل أنا وياكم لتاني سحب لشبكة اليومية 4. اليومية 4 مكانة اليومية بتختار 4 طابات هالمرة، وطبعا بتعلى قيمة الجوايز. أول طابة رقم 3، من بعدها 0، بعدها 5، والطابة الرابعة 3. 3-0-5-3 كمان نفس السيستم، إذا في حدا نمتكس هول الأرقام أكيد بيكون ربحان. إنما هالمرة بتعلى قيمة الجوايز، لأنه إذا بالدور بتضربوا القيمة يلي دفعتوها ب 4000 مرة، وإذا بالحيالله بتضربوا القيمة يلي دفعتوها ب 150 مرة. هلا بننتقل أنا وياكم لآخر سحب لشبكة يومية 5. أول طابة رقم 9، من بعدها 7، تسعة عن جديد، 3، 3 الأخيرة 6. 9-7-9-3-6 هول أرقام يومية 5 لليلة. إذا كنتم مختارين هول الأرقام بالدور القيمة يلي دفعتوها، يلي دايما بنقول قيمة يعني فيها تكون 500 1000 1005 2000 2005 ماكسيموم 3000 ليرة، هول هن المصاري يلي بتدفعوها باليومية. إذا بالدور القيمة يلي دفعتوها بتضربوها ب 40000 مرة، وبالحيالله القيمة يلي دفعتوها بتضربوها ب 350 مرة. خلص صحوباتنا لليلة، هلا بنرجع لعندك استاذ سيزار، لو سمحت تذكرنا بالأرقام الرابحة تفضل. اوكي. سحب يومية رقم 414 بتاريخ 4 أيلول 2017. الرقم الربحان ليومية 3 هو 530، ويومية 4 هو 3053، ويومية 5 الرقم الربحان هو 97936. 530 باليومية 3 و 305 باليومية 4، تقريبا نفس الأرقام. الأشخاص اللي بيحبوا 3 و 0 و 5 إذا كانوا مختارينهم يومية 3 ويومية 4 بكونوا ربحانين. المهم إنه يكون في عنا أشخاص كتار ربحوا باليومية، لأنه المبالغ اللي بتقدروا تربحوها باليومية مبالغ حرزانة، خاصة وإنه عم تدفعوا مصاري قليل، يعني 500 ليرة يعني فينا نقول انه بهالايام ال 500 ما بتعمل شيء، ولكن باليوميه فيها تربحكم مبالغ كبيره. على كل حال فيكم تلاقوا هيدي اللعبه بكل مراكز اللي بنزجوا، يعني محل ما موجود اللوتو فيكم تطلبوا كمان انه تلعبوا اليوميه، لانه مثل ما قلت فيكم تربحوا كمان بين 35000 ليره وصولا لل 120 مليون ليره، وكل يوم في سحوبات اليوميه من خلال شاشتي ال بي سي اي وال دي سي. انا برجع بشوفكم ان الله راد بكره، باي باي.
الكاميرا البنية فيها تكمش مشاغب أو مخرب. بس ولا مرة هالكاميرا كمشت شبكة كانت وراء أعمال الشغب والتخريب. أمنك الشخصي فيك تعمله، بس الأمن العام، الأمن العام هو بيعمله. اليوم صار فيك تستخدم أي بطاقة مصرفية بمراكز الأمن العام وتساهم بتحسين الأمن وتطوير الإدارة.